النهاردة تم إيقاف أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف من منصبه لمدة 5 سنين، وده بسبب اتهامات بالفساد. تعالوا أقول لكم بالتفصيل إيه هي الاتهامات دي ومين هو الشخص اللي وراها. يلا بينا نبدأ. أنا ماجد يحيى ودي قناتكم أسرار ومعلومات. النهاردة أصدرت الغرفة القضائية بلجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا قرار بإيقاف أحمد رئيس الكاف 5 سنين، وده بسبب الإخلال بواجب الولاء وإساءة إدارة الأموال وإساءة استغلال منصبه كرئيس للكاف. بيان اللجنة ما اتكلمش عن الاتهامات بالتفصيل، لكنه لمح الى اتهامات بالفساد المالي والاداري، واللي كان اول واحد كشف عن الفساد ده بكل فخر المصري الراحل عمرو فهمي سكرتير عام الكاف سابقا، واللي قضى اخر ايام حياته وهو بيحاول يكشف فساد احمد، واللي انتهى الموضوع باقالته سنة 2019 من منصبه، لكن النهاردة انتصر حتى وهو في قبره. رويترز كانت نشرت الاتهامات الخاصة باحمد، وركزوا معايا عشان هما كتير قوي. الباشا كان عامل مصايب. اولا شراء معدات بتكاليف اضافيه من شركه فرنسيه غير معروفه بحوالي 830,000 دولار فرق. الشركه دي اسمها تاكتيكال ستيل، وقع معاها عقد لتوريد معدات وملابس رياضيه مقابل 1,100,000 دولار، في حين انه كان في عقد مع شركه بوما الشهيره ب 250,000 دولار بس لكنه لغاه، وفضل الشركه الفرنسيه الغير معروفه، وده لانها مملوكه لصديق مقرب من المساعد الاول لاحمد. احمد كمان متهم بانفاق 400,000 دولار من فلوس الكاف على سيارات فخر ليه في مصر وبلد الام مدغشقر بالمخالفه للقانون. كمان متهم هو والنائب بتاعه كونستانت أمري اللي هو بقى رئيس الكاف دلوقتي بإسناد عقد البث التلفزيوني للمباريات الخاضعة لإشراف الكاف لشركة فرنسية، رغم إن في بنود مخلة بحقوق الكاف في العقود، وكمان قبل رشوة من الشركة عشان ما يراجعش العقود دي، والرشوة كانت عبارة عن رحلة عمرة فاخرة مدفوعة التكاليف في الكامل. أحمد كمان حب يطلع مصلحة من كأس العالم في روسيا عن طريق بدل السفر، فخد أكتر من 18,000 دولار لتغطية نفقاته في الفترة ما بين 14 يونيو لحد 11 يوليو، لكن السجلات أثبتت إنه سافر 4 أيام بس من يوم 23 يونيو لحد يوم 27 يونيو وضرب الباقي في جيبه. وأخيرا في فضيحة أخلاقية إنه متهم بالتحرش بأربع موظفات في الكاف خلال فترة عمله القصيرة اللي بدأت في 2017. الله يرحمك يا عمرو، أنت الوحيد اللي حاربت علشان تطهر الكاف من فساد الراجل ده. ما تنسوهوش بالدعاء وتقولوا له الفاتحة. أشوفكم على خير.